السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا. فيديو النهارده هيكون عن نوع مقبلات جميل بناء على طلب بنات كتير عايزين مقبلات كده، يعني نقدمها طبعا مع اكلنا على سفرة رمضان ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض السلطة الروسية. سلطة بتكون جميلة جدا جدا وكلها خضار، وتتبيلتها جميلة كده ومميزة وطعمها لذيذ قوي. وكمان هقول لكم على فكرة ازاي نعمل الطبق ده كده من الخبز او من رقاق الطري، ونقدم فيه السلطة بتاعتنا كشكل جميل كده للتقديم، وبيتاكل طبعا مع السلطة وبيكون مقرمش ولذيذ قوي. ويلا بينا نتابع الفيديو ونشوف المقادير وطريقة التحضير. وهنبدأ بسم الله. هيكون معانا في المقادير الخضار الأول هنا بسلة ومكعبات جزر، مكعبات جزر مقطعة صغير والبسلة، وسلقتهم مع بعض. وما نهريش الخضار قوي برضو هو بتسلق علشان يكون قوامه جميل كده وباين معانا في الأكل. وهنا دي بطاطس مكعبات، يعني قشرت البطاطس الأول وبعد كده قطعتها مكعبات صغيرة، وبعد كده سلقتها في مية وملح، وبرده ما نهرهاش قوي ونصفيها، ما يعني نقطعها قبل السلق. لو سلقناها كاملة وبعدين قطعناها بتتهري معانا وما بتديناش المكعبات المنتظمة دي. ده بالنسبة للخضار. ممكن كمان تضيفوا خضار مع السلطة دي، فاصوليا، فاصوليا خضراء برضو تتسلق وتتقطع صغير وتتسلق. ممكن ذرة، اللي هي الذرة الحلوة تكون مسلوقة، أو تجيبوها اللي هي العلب دي اللي هي الجاهزة، علبة مثلا، وتصفوا الذرة اللي فيها ومن المية اللي فيها وتشطفوها برضو وتضيفوها معانا. يعني الخضار على حسب اللي بتحبوه، يعني أنا صراحة بنحب الأصناف دي بس، فبعملها بدول بس. ومعايا كمان بقدونس مفروم ناعم. بالنسبه بقى للدريسنج بتاع السلطه او تتبيلتها، هي بتكون متبله بالمايونيز وبيكون مسكر شويه، يعني تتبيلتها زي تتبيله سلطه الكولسلو اللي بتكون مسكره شويه، فهي بتتبل بالمايونيز. انا ما بحطش الكميه كلها مايونيز الحقيقه، فحاطه نص الكميه زبادي ونص مايونيز، معلقتين كبار زبادي، معلقتين كبار مايونيز، ومعايا كمان معلقه كبيره عسل ابيض اللي هو عسل النحل او سكر. وبيكون معايا هنا معلقة صغيرة كده او فصين توم كبار يعني مهروسين، وشوية من الفلفل وشوية من الملح، ما نكترش. بس هي دي المقادير اللي معانا. وهنبدأ بسم الله كده نخلط بقى الخضار بتاعنا. بسم الله نحط البطاطس والبسلة والجزر، وطبعا لو هتضيفوا خضار تاني تضيفوه زي ما اتفقنا، وشوية كمان من البقدونس كده جوه. نيجي بقى للتتبيلة، المايونيز والزبادي نضيف معاهم على طول، التوم والملح والفلفل ومعلقة العسل كمان، عسل أو سكر. نقلب بقى التتبيلة دي كلها مع بعض، نخلط المكونات بتاعتها مع بعض كويس. خلاص كده، ونضيف بقى التتبيلة كلها بسم الله كده على الخضار بتاعنا ونقلب. نقلب كده بالراحة برضو علشان الخضار بتاعنا ما يتكسرش، وبعدين طبعا ندوق، يعني ندوق كده شوية صغيرين من الخضار او قطعة كده من البطاطس، تشوفوا تتبيلة السلطة مظبوطة ولا لا. عايزين تضيفوا رشة ملح، تزودوا معلقة مايونيز، تزودوا شوية من العسل لسه التتبيلة ما اتظبطتش، يعني براحتكم خالص على حسب بقى كمية الخضار اللي بتكونوا حاطينها. انا هنا كان معايا حوالي كوباية بطاطس مسلوقة وكوباية بسلة بالجزر مسلوقة. كده خلاص السلطة جاهزة معايا، دقتها جميلة جدا جدا، ما زودتلهاش اي حاجة عن المقادير اللي عملناها مع بعض. دلوقتي اغطيها كويس واحطها في التلاجة شوية قبل التقديم علشان الخضار يمتص كده من طعم التتبيلة ويكون طعمه حلو بقى لما نقدمه. ودلوقتي بقى لعمل الطبق اللي هنقدم فيه السلطة بتاعتنا. الطبق ده هيكون عبارة عن الرقاق الطري. هنعمله ازاي؟ بسم الله، معايا الرقاق الطري اللي كنت عاملاه في فيديو سابق معاكم قبل كده، وقلنا ممكن نعمل منه افكار كتير. طلعته فك خالص وكان مجمد طبعا، طلعته فك وبقى مرن وجميل اهو. هستخدم يعني العمل الطبق نستخدم ايه، واحده، ممكن تعملي كذا واحده يعني، بس انا هعمل لكم مثال على واحده. بنجيب الطبق
القالب ده بتاع الفرن اي شكل، انا مختاره اللي فيه الكسر ده عشان يدينا شكل حلو، وبنقلبه كده على صينيه فرن صغيره كده على قده، او بقى لو هتعملي كذا واحد يبقى صينيه كبيره، وبناخد الرقاق الطري كده نحطه عليه من فوق بالشكل ده. وكون الرقاقه مناسبه، يعني هي مناسبه اهي على قد القالب اللي معانا. وممكن بديل الرقاق الطري عيش الصاج او خبز التورتيه او التورتيلا، يكون طري كده وياخد معانا الشكل ومرن عشان ياخد معانا الشكل. انا ضفته كده مش عارفه اظبطه برده، فلازم نضغط عليه بحاجه، اي قالب بقى تاني مش شرط يعني نفس الشكل، نضغط عليه بحاجه. فانا هضغط كده بقالب يكون ايه، هيضغط عليه كويس بالشكل ده. عايزه بس اظبطه في الوسط بالظبط واضغط كده. دلوقتي الحروف اللي باينه لنا بقى من تحت نشدها كده، وانا ضاغطه فوق عشان اثبته، ناخد شكل الكسر او شكل المول اللي تحت، او اللي هو القالب يعني اللي تحت كده، ناخد شكل الكسر كده علشان لما ندخله الفرن يتحمص على هذا الوضع. كده نكسر كده او نشرشر كده، ندي شكل كده جميل خلاص كده. وبدخله الفرن على درجة حرارة 180. بصوا بقى شكله من تحت جميل ازاي، ده اللي هيدينا بقى شكل الطبق الحلو في النهاية. بدخله على فرن سخن درجة حرارته 180 بالشكل ده لمدة 5 دقايق. بعد 5 دقايق بيكون يعني بيكون الحرف ده كده نشف وخلاص، خد الشكل بتاع القالب اللي احنا حاطينه عليه، بيكون تماسك بقى شوية مش طري زي كده. بعد 5 دقايق بنشيل اللي فوق دي ونسيبه كده، بيكون خد بقى الشكل، بنسيبه كده يعني من غير دي. وبعد كده بمعلقة زيت نباتي نجيبها ونوزعها عليه كله، على الرقاقة كلها كده من فوق ومن الجناب، علشان تدينا لون حلو كده ومحمر في الفرن. ونسيبها كمان 5 دقايق تاني في الفرن على الوضع ده، بتكون اخدت الشكل وبتتحمر بقى بسيط جدا جدا من معلقة الزيت اللي حطيناها. وبعد كده طبعا بنطلعها لما لونها بيبقى ذهبي ومناسب، بنخرجها وبنفضيها بقى بالشكل ده، بتكون اخدت ايه الشكل، بتطلع علينا بالشكل ده، بتطلع علينا بالشكل ده جميل ده اهو، شايفين اخدت الشكل وبتطلع علينا جميلة جدا زي الطبق، وتكون يعني بتكون اتحمصت وتقرمشت كده وناشفة علشان تستحمل السلطة وتبقى واخدة شكل القالب. وبعد كده حطيت السلطة بقى بتاعتنا في الطبق اللي عملناه، وطبعا السلطة بتتاكل والطبق كمان بيتاكل، بيكون مقرمش وجميل جدا. وطبعا يعني نحط السلطة في الطبق اللي عملناه من الرقاق الطري ده ساعة التقديم على طول، ما نحطهاش فترة طويلة ونسيبها ممكن يبوش من السلطة ونلاقيه اتكسر بقى وتفتفت وشكله باظ معانا. فبنقدمه يعني بنحط السلطة جواه ساعة التقديم مباشرة. ممكن بقى تعملي اكتر من واحد، العدد طبعا حسب رغبتك، كذا واحد وتقدمي فيه السلطة بتاعتك على السفرة. وممكن يعني ننفذ الفكرة دي بتاعت الطبق ده في اي سلطة احنا بنحبها، يعني ممكن في سلطة الكولسلو، في اي سلطة تاني، بس المهم ما يكونش فيها سوائل، يعني ما يكونش الدريسنج بتاعها فيها سوائل كده او مية كتير، طبعا هتبوش لنا الرقاق الطري وتبوظه معانا. وبتمنى تكون الفكرة دي عجبتكم والسلطة عجبتكم، جميلة جدا ومغذية ومشبعة، كلها خضار زي ما احنا شايفين، وبتليق جدا مع المشاوي مع المقالي مع اي حاجة، بتبقى جميلة قوي قوي على سفرتك، ان شاء الله هتعجبك قوي. وان شاء الله بقى تجربوها وتستمتعوا بيها في رمضان، ونتقابل على خير بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة. وحوي يا وحوي، وحوي يا وحوي، رحت يا تعبان، وحوينا الدهر جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي، هل هلالك والبدر مبان، شهر مبارك وبقاله زمان، وبقاله زمان، شهر مبارك وبقاله زمان، محلى نهارك بالخير مليان، وحوي يا وحوي، رحت يا تعبان، وحوينا الدهر جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي، جد بجد.
جمالك سقفوا يا عيال، سقفوا يا عيال يا مرحبا محلى.